بدأ الدعم السعودي لأشقائنا في سوريا قبل فترة يعني من بداية الأزمة، وشمل هذا الدعم مساعدات حكومية ومساعدات من الشعب السعودي. والدعم الحكومي جاء على دفعات، بدأ بمبالغ أو مساعدات عينية، ثم المبلغ الكبير اللي جمع من المواطنين السعوديين والذي بلغ أكثر من 630 مليون ريال سعودي، صرف منه جزء وبقي جزء آخر. كذلك أعلننا في مؤتمر مراكش قبل حوالي أقل من شهر عن تبرع إضافي بمبلغ 100 مليون دولار